طيب ارجع مع حضرتك مره تانية للفني يا استاذ حسين، عايزه بقى اعرف مين اقرب الناس ليك اللي في الوسط الفني بتحبهم قوي؟ طبعا هم طبعا الاستاذ هاني رمزي، طبعا ابن بلدي، هو طبعا كان ليه فضل بعد ربنا، الاستاذ الجميل الاستاذ احمد مكي، طبعا الاستاذ احمد ادم، كلهم حبايبي، طبعا الاستاذ اشرف عبد الباقي، كلهم حبايبي وناس حلوين قوي قوي. وعامه كل نجوم الكوميديا اللي انا اشتغلت معاهم بيكنوا في قلبهم حب كبير ليا، ولما بشتغل مع حد فيهم اول ما بيشوفني يعني ما عنديش حضرتك عندك فكره ايه بالاحضان وبالحبات، ودايما يقول لك انا بحبك قوي، يعني في النجم من دول كل ما يقول لك والله انا بحبك قوي، فانا محبوب بالنسبه لهم كتير قوي. وطبعا بالنسبه للمسلسل الكبير المجموعه نفسها احنا قعدنا مع بعض 5 سنين، الاستاذ احمد الجندي المخرج الجميل طبعا، والاستاذ اسلام خيري، والمجموعه نفسها الاستاذ احمد مكي والاستاذه دنيا والاستاذ محمد سلام والاستاذ هشام اسماعيل والاستاذ احمد فتحي، فكل الناس دي في الفه بينا وبين بعض وحب بينا وبين بعض. طب ومين الاستاذ بيومي فؤاد طبعا. طب ونقدر نقول ايه اكتر عمل بالنسبه لك يعني مأثر فيك شخصيا، هل الكبير قوي ولا عمل تاني في البدايات؟ هو في البدايه كان صعيدي في الجامعه الامريكيه، ففي غير كلمه لؤي على طول، كلمه لؤي هي اللي كانت مسمعها مع الناس كلها. لا نفسيا انت بتحس ان ايه الحاجه اللي فعلا شهرتك؟ صعيدي؟ صعيدي في الجامعه الامريكيه في اوله، صعيدي في الجامعه الامريكيه كان ما عندكيش فكره حضرتك، في ناس كانت بتقابلني تقول لي احنا دخلنا الفيلم مره واثنين وثلاثه عشان نشوفك. بعد كده لما دخل بقى فيلم الناظر وميخا علم جدا مع الناس برضه. بعد كده اللي قفل على الكورد بقى اشرف الكبير قوي. وانا يمكن بمناسبه بقى الكبير قوي انا كنت سالتك على كواليس صعيدي، بس الكبير قوي ده سنين كتير واجزاء كتير، اكيد في كواليس ما تتنسيش فيه بقى. يعني هو ما انا بقول لحضرتك ما فيش يعني اي غير ان احنا بنقعد مع بعض ونضحك مع بعض ونهزر مع بعض، ومفيش حد يعني مفيش حد بيكش من حد، وهو الكواليس كده كان في حب، يعني في حب اسره بتشتغل مع بعضيها 5 سنين، فكان في تفاهم وحب، مفيش اكتر من كده في الكواليس اي حاجه ثانيه. انا في السؤال ده بقى في السؤال ده بقى تحديدا اسمح لي اقول لك عم حسين مش استاذ حسين، عم حسين انت شكلك راجل طيب قوي ما شاء الله وربنا عشان كده محبب فيك خلقه يعني ومديك قبول كده من عنده، لكن دايما المخرجين في الاعمال بيخلوك تظهر بقى بصوره الشرير، طبعا بشكل كوميدي بس بصوره الشرير، هل اتكلمت معاهم في ده قبل كده ان انت عايز تظهر بصوره شخصيتك الطبيعيه، ولا انت شرير في الحقيقه ولا ايه؟ لا هو الشكل فيه شرير ولكن والله صدقيني انا اقل واحد. لا الشكل مش شرير، هم اللي بيحطوك في الصوره دي، الشكل مش شرير ما شاء الله، ده ربنا مديك قبول جميل والله. ولكن هو جات لي فرصه ان انا اطلع من قالب الشر ده، بس انا والله ما رضيت اعملها. كان الاستاذ الجميل الاستاذ مجدي الهوالي كان هو المنتج وهو المخرج في فيلم 55 اسعاف مع الاستاذ محمد سعد والاستاذ احمد حلمي. فبعد ما اتفقت على مشهد صغير كده بعتوا لي قالوا له تعالى كده من الاستاذ احمد عبد الله المؤلف موجود عايزك والاستاذ مجدي الهوالي عايزك. رحت هناك قالوا لي يا حسين احنا عايزين نطلعك من قالب الشر ده وهندي لك حاجه رومانسي. قلت لهم لا انا مش هنفع في الرومانسي على طول كده. قالوا لي يا عم احنا شايفين ان ينفع وهو دي الكوميديا. قلت لهم معلش مش هديكوا اللي انتوا عايزينه. المهم قعدوا معايا طب اشرب بس شاي وبتاع وروق، وحتى كتبوا لي قصيده كده اهو كتبها الاستاذ احمد عبد الله لما الدكتوره اللي هي غاده عادل كانت شغاله في القاهره وجوزها دكتور في اسكندريه، ولما اتخطف وزير الصحه راحوا اسكندريه فبيتقابل مع مراته اللي هي غاده عادل، فبيقولها فاكر يا وفاء اول مره قابلتك فيها؟ فاكر اول قصيده حب كتبتها لك؟ فاكر وفاء فوقه فأفأ بحبك؟ هما كتبوا لي ده انا قلتها لهم بنفس الاسلوب يعني. فقال لي لا احنا عايزينها يعني بالراحه كده وبهدوء وحب. قلت لهم انا اصلي بقعد في وسط الناس في وسط الشعب فبينتقدوني، فانا مش هلاقي نفسي في دي وهسمع تعليقات من ناس كتيره. في الاخر تحت رغبتي انا الناس ايه قالوا خلاص يعني بس ما تعملش اللي انت مش عايزه. فدي الفرصه اللي كانت جات لي ان انا اطلع من سكه الشر واخش في اي سكه ثانيه.